تواصل دارة الدكتور سلطان القاسمي شهريا تسليط الضوء على قطعة من مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المعروضة داخل الدارة تحت عنوان قطعة الشهر، ليقع الاختيار هذه المرة على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية. هنا في دارة الدكتور سلطان القاسمي الغنية بمحتواها وما تضمه من مقتنيات علمية خاصة يحمل بين طياته الثقافة والعلم والإنجازات.